الى اي مدى مستر فايلر وصل في دراسته للكره الافريقيه ودوري ابطال افريقيا وصل ليها؟ وهل حضرتك شايف ان مستر فايلر لسه عنده يعني شغل في افريقيا علشان يقدر ان هو يعني يستعيد مع النادي الاهلي البطوله رقم 9 في دوري ابطال افريقيا، ولا الموضوع بالنسبه له لسه بيستكشف الادغال؟ بص يا عمر، احنا في حاجه خلينا نتكلم بقى بالشكل الاحترافي الاكتر. انت راجل لعبت كوره وفاهم الكوره في العالم كله مدوره، قوانينها واحده، لوائحها واحده، ملعبها واحد، فبالتالي الفكر الكروي والفني ما بيختلفش. بص احنا عندنا بعض المانشيتات كده والعبارات اللي هي مثلا يقول لك الامطار والارتفاع والحراره، مشكله افريقيا في الانتقال والملاعب، بعض الملاعب السيئه. واذا كنا يعني التحكيم ده قصه هتنتهي، خلي بالك قصه التحكيم ده هتنتهي، انما برضو من العناوين الثابته انك لو لعبت اي فرقه تونسيه مع الاحترام خلي بالك من التحكيم. اي فرقه تونسيه، وبعد اللي حصل طبعا مع الوداد والترجي كانت علامات استفهام قلنا انتهت، لا لقيناها كمان بتتجدد في بعض المباريات. لكن انا بقول لك القصه دي هيبقى فيها حاله من الانقلاب والتعديل في الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا في الفتره الجايه، في تعديل منظومه التحكيم بشكل كبير.